يشرفني السيد الرئيس أن أعرض على هذا المجلس الموقر أهم التدابير المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والذي ينبثق عن الالتزامات 54 التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، حيث ركز في التزامه 33 على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا. وفعلا فقد ألمت ببلادنا في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث كالزلازل والفيضانات، علاوة على حرائق الغابات التي خلفت خسائر جسيمة في الأرواح البشرية وأضرار مادية معتبرة نتج عنها مبالغ هامة تدفعها بلادنا سنويا نتيجة للتدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دينار سنويا.